السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bersedia untuk soalan yang pertama dari surat An-Nisa ayat 47 juzuk yang kelima muka surat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat yang seterusnya. Minta ulang soalan. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. حسبك. Soalan yang kedua dari surat Al-A'raf ayat 42 juzuk yang ke-8 muka surat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilussalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sila sambung ayat tersebut dan teruskan dengan ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا
أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون حسبك Soalan yang ketiga sila baca ayat berikut dengan bertarannum bermula dari ayat 178 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua muka surat 27 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من رب بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبالله التوفيق.